صباح الخير كيفكم؟ راح احكي عن نوع من مضادات الفطريات اللي بتسبب مشاكل بالجلد طبعا العدوى التينية القدم تينيا الفخذ الجسد رينج وورم عدوى الجلد اللي بتسببها فطريات التينيا النخاليه المبرخشه دواء لاميزيل لا يستخدم هذا الدواء عن طريق الفم ولا يبلع استخدامه خارجي فقط لا يستنشق الرزاز ولا يوصى باستخدام لسن اقل من 18 سنه اثاره جانبيه اوقف الدواء اذا احسست بصعوبه في التنفس او البلع تورم في الوجه الشفتين اللسان حكه جلديه شديده ملاحظه عاده آه عاده يطرا يطرا التحسن على الحاله خلال ايام معدوده لكن من الممكن ان تعود الحاله بالظهور الى إذا لم تستخدم الدواء بانتظام أو توقفت عن استخدامه مباشرة نصيحة حافظ على المنطقة المصابة نظيفة من خلال الغسيل بانتظام وجففها جيدا من دون احتكاك ولكن عن طريق اللمس ما, ما نفركها كثير لمس خفيف لطيف لا تخدش المنطقة حتى لو كانت حسيت أنه بالحكة لأنه قد يسبب أضرار إضافية وأخر الشفاء وينشر العدوى بأن العدوى تنتقل للآخرين لا تستخدم مناشف وملابس الاخرين ولا تشرك مع احد استخدامها وليقيد نفسك من التعرض ثانيه للعدوى الافضل غسل الملابس على فترات قصيره هلا كاد كان عم نحكي نحن عن النخالية المبرقشة والعلاجات التي ممكن انه نستخدمها بالنسبة للنخالية المبرقشة شو هي النخالية المبرقشة السعفة المبرقشة تريازيس بيرسيكولور هي عدوى فطرية سطحية مزمنة شائعة تصيب الجلد في اماكن نشاط الغدد الدهنية جلد الصدر الكتفين قد تمتد حتى الرقبة والذراعين نادرة ما تصيب الوجه والبطن تتميز بظهور بقع بيضاء أو بنية اللون أو باللون الوردي المائل للأحمر قد تكون هذه البقعة صغيرة في أماكن محددة وقد تندمج على مساحات واسعة من الجلد قد تتميز بظهور قصور خفيفة تصيب المراهقين البالغين ليست معدية أحيانا قد تكون معدية بالمجمل لازم ننتبه على الموضوع بالمجمل لازم نقول بعض العوامل بتساعد بظهور المشكلة درجات الحرارة المرتفعة الرطوبة العالية البشرة الدهنية استعمال الزيوت مرطبات كثرة التعرق نقص مناعة الجسم أنيميا نقص الحديث استعمال السيرويد وبعض الأدوية المثبطة مناعة الجسم الحمل لهيك حكينا عن بفيديو ثاني عن البيتنوفيت البيتاميتازون تابعوه الوقايه منها عن طريق بعدها عن لبس الملابس الضيقه والنايلون ابتعاد عن الاماكن المزدحمه تجنب التعرض لاشعه الشمس لفترات طويله استعمال شامبوهات خاصه مثل سيلسون بلو شامبو نيزورال شامبو غسل مرتين او ثلاث بالاسبوع رح بالمجمل عاده بالمجمل بالنسبه لاستخدام لأ الكيتوكونازول او النازول شامبو عاده بالمجمل لازم نغسل الوجه والجسم مو بس نترك الرغوة يعني لازم نعمل رغوة من الشامبو عادة الشامبو ما لازم نستخدمه بتطبيق مباشر على الفروة لأنه بأمول تساقط شعر لازم نستخدم نترك الرغوة على الفروة وكامل الجسم خمس, مر... خمس دقائق استحمام كل يوم لمدة أسبوع بعدين بيصير مرتين إلى ثلاثة بالأسبوع لازم تزور الطبيب وتنسق معه رح احكي كمان عن شيء تاني هو النخالية الوردية رح اخليهم بنفس الفيديو لنعرف نفرق بينات النخالية الورديه طفح جلدي حاد يتميز بسيره بسيره مرضيه خاصه وبشكل سريري مميز ويختفي تلقائيا خلال اسابيع اسباب المرض السبب الحقيقي للنخاليه الورديه غير معروف لكن هناك دراسات ونظريات لتفسير حدوث المرض الا انه لغايه الان لم يتم التوصل لاثبات اي منها من هذه النظريات والفرضيات النظريه الجينيه الوراثيه التي تعتمد على ان بعض حالات المرض تصيب الاشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض التأتبية النظرية البكتيرية وهذه تدعم بوجود التهاب بكتيري قبل ظهور الطفح هي كثير من ملاحظة النظرية الفيروسية وتعد هذه الأقوى إذا يعتقد أنها سبب لظهور المرض أو يسبق تسبق ظهور المرض مختلف الفئة العمرية مختلف الأعمار تصاب لكن الأغلب يصاب العمر ما بين 10 إلى 35 سنة للوقت الذي يظهر فيه المرض وقت الإصابة هو فصل الخريف والشتاء بداية الربيع اذا وقت الاصابه هو الخريف الشتاء بدايه الربيع اغلب الحالات كان في فصل الشتاء يصيب الاناث اكثر من الذكور بنسبه 3 إلى 2 شكل السرير المرض يبدأ بظهور بقعة حمراء أو أحيانا بقعتين بيضوية أو دائرية الشكل تراوح قطرها من 2 إلى 5 سم وقد يكون ظهورها مسبوقا بعدة أيام التهابات بالجهاز التنفسي أو اللوزتين أو المسالك البولية أو أي التهابات أخرى وأحيانا لا يسبقها أي التهاب وبعد ظهور البقعة الأولى والتي تسمى بالأم أو المنذرة أو الطليعة بقعة الطليعة أو الدريئة الهدف أه باسبوعين تنذر بزيادة الطفح وبعد عده ايام عاده اسبوع الى اسبوعين تبدا البثور بالتكاثر ولكن تكون بحجم اصغر من المنذره وتتوزع على منطقه الجزع والاكتاف والبطن والظهر والفخذين مع اتجاه ال بتكون على الاضلاع مثل شكل شجره عيد الميلاد المعكوسه وظهرها على هذه البقعه قشور بيضاء تكون على أطراف البقع الحمراء الوجه واليدين والقدمين لا يصابون بهذا المرض إلا في حالات بعض الحالات غير النموذجية للمرض الأغشية المخاطية أيضا لا تصاب إلا عند الأطفال يختفي هذا المرض بعد. أربع إلى ست أسابيع من ظهوره دون أن يترك أثر. الأشكال غير النموذجية، نخالية الوردية المنعكسة، نخالية الوردية الفقاعية، نخالية البسورية الصديدة يطلع فيها قيح، نخالية الحزازية إحمرارية الجلد وهذا المرض لا تصاحبه أعراض عادةً ولكن في بعض الحالات قد يصاحب الطفح حكة ونسبتها 25% وقد تكون خفيفة أو متوسطة ومن الأعراض الأخرى الصداع أو الضعف العام. التشخيص يعتمد على الميديكال هيستوري القصه المرضيه السيره المرضيه وبشكل رئيسي على الفحص السريري ونادرا ما نلجا لبعض الفحوصات المخبريه او خزعه جلديه لتاكيد تشخيص ما في داعي ابدا تشخيص تفريقي ديفرنشال ديجنوزس الصدفيه وخاصه المنقطعه وجارات الصدفيه الاكزيما الدهنيه النخاليه المبرقشه وفطريات الجلد الحزاز المنبسط الحساسية الدوائية العلاج طمأنة المريض وتوضيح طبيعة المرض له علاج الأعراض المرافقة للمرض مثل علاج الحكة أعطاء بعض الأدوية التي تساعد على تقصير فترة المرض إلى أسبوعين بدلا من أربع إلى ست أسابيع قد نعطي في بعض الأحيان جرعات من الأشعة فوق البنفسجية حسب شدة الإصابة هلا بالمجمل آه هذه الفيديوهات هي عن النخالية المبرقشة بالمجمل أو الأمراض اللي بتصيب الجلد بتسبب تغير في لون الجلد نقص صباغه بالجلد نعجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسم تابعوا الفيديوهات اللاحقة